بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتنقل في شابتر 4 لجزء جديد، والجزء ده هنشرح فيه البريديك تيبل، الجدول الدوري. طبعا البريديك تيبل او الجدول الدوري مش هو نفس الجدول اللي في ايدينا اللي معلقينه قدامنا دلوقتي او اللي موجود في الكتاب، لكن مر بمراحل. لكن اللي بدأ في الاول يفكر بان هو يجمع العناصر يحطهم زي كده في جدول، في نموذج، حاجة زي كده، هو العالم ديمتري مندلي، العالم الروسي أو الكيمياء الروسية. طبعا ديمتري مندلي قال طبعا عندي حاليا دلوقتي أنا 60 elements، عندي 60 عنصر. العناصر دي لها أسماء ولها رموز، وعايز أحطهم في جدول عشان ما أنساهمش، أو على الأقل حتى يوثقهم للناس اللي بتيجي بعد منه، يعني يمد علمه لبعد كده. فعمل إيه بقى ديمتري مندلي؟ كان في سنة 1869، بقول له راشان كيمست العالم الروسي ديمتري مندليف arranged 60 elements، ما كانوش 118 زي ما احنا قلنا، لا ده كانوا لسه 60. وطبعا العالم مندليف يعني طبعا كانوا العلماء ايامها كانوا بيبصوا قدام، قال والله ده انا الستين دول هم ده بس المكتشفين، بس هو expecting وكان متوقع ومتأكد انها تكتشف عناصر بعد كده. فبدأ يسيب فراغات في الجدول عشان كل عالم بعد كده يكتشف 2 3 4 يحطهم في مكانه. طب ديمتري مندليف عمل ايه بقى؟ بيقول لي الاليمنتس arranged into groups، حط الاليمنتس وقال والله انا هرتب الاليمنتس العناصر دي فاعمده كده زي اكسل شيت بالظبط، عمويد، وأحط العناصر المتشابهة في الخصائص في عمود واحد. فبقول لي نوات arranged أو elements arranged into groups with similar properties، نفس الخصائص، يعني عنصر مع عنصر لهم نفس الخصائص حطهم في عمود واحد، ثلاثة أربعة لهم نفس الخصائص حطهم في عمود واحد. And placed them in order of increasing atomic masses. يبقى مندليف عمل ايه؟ رتبهم زي ما هم دلوقتي، ها يعني دلوقتي بنرتب ايه على الاتوميك نمبر، لكن كان رتبهم على الاتوميك ماسز هتختلف، لكن كان رتبهم في اعمده. ده مين؟ ديمتري مندليف. والبريوديك تيبل مر مراحل على بال ما وصل للجدول اللي احنا شايفينه قدامنا ده. مش هو نفس الجدول اللي كان فوق 200 سنه، احنا تطور بمراحل لحد ما وصلوا الى مرحله ان هو خلاص يبقى ثابت البريديك تيبل. والجدول الجديد عامه بيتم ترتيبه على حسب اعداده الذريه، مش زي ما كان هناك مندليف رتب الاتوميك ماسز. طيب نبص بقى للبريديك تيبل اللي موجود عندي ده بالظبط زي ما بكون عملت اكسل شيت. اكسل شيت عباره عن اعمده وعندي صفوف. الأعمدة اللي عندي بيسموها groups والصفوف بيسموها period. حلوة. لو بصينا للأعمدة هنلاقي الأعمدة عندي groups 1 2 3 4 5 6 7 لحد ما نوصل للجروب 18، والperiod اللي هي الصفوف هنلاقي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عندي ايه 7 periods. لو بصينا للبريديك تيبل هنلاقي فيها عندها على الشمال اللي هي بيسموها الميتالز اللي هي الفلزات او مجموعات الفلزات، وفي النص بنلاقي ترانزيشن ميتالز اللي هي العناصر الانتقاليه، وفي على يمينهم بقى شويه نوات حاجه اسمها الميتالويدز، وهي اللي بتجمع ما بين الميتالز والنون ميتالز، وفي عندي في الاخر خالص اللي هي النون ميتالز. ده بيبقى على يمين الجدول في الحته دي بيسموها النون ميتالز الفلزات يعني. طيب لو بصينا للجروبز هنا احنا قلنا كام؟ من 1 تو 18. ممكن كمان في اسماء لهم تانية، يعني مثلا جروب 1 اسمه 1A، وكمان نقدر نسميه الكلاي ميتالز. وعند جروب 2 هذا جروب 2 هنسميهم 2A، وكمان نسميهم Alkaline Earth Metals. بعض الجروبز لها أسماء وبعض الجروبز ما لهمش أسماء، لكن 1 و 2 لهم أسماء اللي هو Alkaline Metals و 2 Alkaline Earth Metals. طيب بعد كده عند جروب 3
هتلاقي عندي اسمه 3B اللي هما ترانزيشن ميتالز، يعني 3B 4B 5B 6B 7B بعد كده 8 و9 و10 8B بعد كده 11B 12B. عامة الترانزيشن ميتالز ممكن ما يكونش التركيز عليها قوي، لكن هيبقى التركيز على 8 مجموعات وهنعرفه دلوقتي. احنا خلصنا هنا 1A و2A، نتنقل في الحليمين عند الميتالويدز كده عند الحتة ديت اللي هو 3A، يجي بعد كده الى 4A بعد كده الى 5A في منطقة النون ميتالز كلها يعني. 6A بعد كده عندي اللي هو ايه جروب 17 و18، الاثنين دول لهم اسماء ممكن نستخدمهم. فبنقول لل 17 اللي هي 7A، من عندي 6A انا عندي 7A، وكمان اسمهم الهالوجينز الهالوجينات. جنبها الجروب نمبر 18 اللي هو الـ8 اللي هو النوبل جازز الغازات النبيلة اللي بنسميها الغازات الحلوة الطيوبة اللي ملهاش ما بتعملش مشاكل، اللي بتحب تفقد الالكترونات ولا تكتسب الالكترونات، بتلاقيها مستقرة وفي حالها، حتى كمان بيسموها ايه نوبل جازز، اغراضها نبيلة يعني تلاقيها بتستخدم في الاشعاعات في الطب، يبقى كل اغراضها مفيدة مش زي الحاجات التانية مفرقعات وقنابل وفاير ووركس وحاجات من دي دول. طيب لو بصينا، طبعا في عندي تحت جروبات تانية هنا، شايفين النجوم ده، النجوم اللي عندي ده دول اللي هما اللي هنا مش فاكرين لما كنا قلنا عندي 88 موجودة ناتشرالي موجودة في الطبيعة، هما اللي فوق دول، لكن اللي تحت ده هما بيسموهم الأكت لانثانايدز والأكتينايدز، اللي بيسموهم اللانثينيدات بالعربي والاكتينيدات تقريبا بالعربي، اللانثانايدز والاكتينايدز، هم دول اسمائهم اللي هم هنا في الحته دي، يعني الصفين دهم دخلوهم في الحته ده عشان يدخلوا في الحته دي ويكملوا يعني. ولو خدتوا بالك هتلاقي الترتيب ماشي كده، عشان برضه تبقى خد بالكم هنا، ادا 1 الهيليوم 2 ادا 3 4 بعد كده 5 6 7 8 9 10 وده طبعا ايه هنعرف بعد كده اعداد البروتونات وده ايه الاتوميك نمبر. طيب لو بصينا هنا وقت على شمال الجدول وعلى يمين الجدول، الميتالز لها صفات مشتركه، مش احنا الراجل ده ديمتري مندليف قال لنا ان احنا هنرتب البريديك تيبل على اساس تشابههم او في جروب واحد على اساس خصائصهم، يبقى نفس العملية، الميتالز لها نفس الخصائص والنان ميتالز تقريبا نفس الخصائص. فهنبص هنلاقي عند الميتالز بنقول ان هم سوليد صلبين يعني اللي هو الميتالز، بعد كده عندي شايني اللي هو بريق كده او بيلمعوا شوية، لوس الكترونز بيميلوا الى فقد الكترونات، كمان كوندكت الكتريستي اند هيت يعني بيوصلوا كهرباء وحرارة، شكلت لهم بيستخدموا في بعض مثلا الموصلات الكهرباء، كمان ميلابل يعني ان انا امسكهم كده بهامر كده بشاكوش واقعد اطرقهم كده عشان الفهم اعملهم الهينهم يعني. لو بصينا بقى على يمين الجدول النون ميتالز، كمان بتجمعهم خصائص واحده، بقول لي اكسبت هيدروجين، طبعا اكسبت هيدروجين ليه؟ شايفين الهيدروجين قاعد فين؟ هو الهيدروجين ده ميتال؟ لا طبعا مش ميتال، اوعى حد فيكم يقول لي الهيدروجين ميتال، الهيدروجين ده معدن اقدر اطرقه كده امسك هيدروجين، مش شايفينه في حد شاف هيدروجين قبل كده؟ الهيدروجين ده ميتال، ليه؟ هم حطوه هنا، اعتبروا ان الهيدروجين ده قاعد مع اخواته في الحته دي، قاعد هنا في الحته دي، لكن ما نقدرش نحطه هنا عشان ايه ترتيبه يبقى هنا في اول واحد. فتلاقي الجدول متعلق كده اكنكم هنا سينما ودي شاشه السينما وكلهم قاعدين مودين وشهم للسينما دي، هتلاقي ماسك السينما بالاول الهيدروجين وماسك من الناحيه الثانيه الهيليوم والباقي كلهم محاوطين. نرجع تاني هنا دخلنا في النص، لكن تعال نرجع تاني للناحيه اليمين اكسبت هيدروجين. فبقول النون ميتالز ما عدا الهيدروجين بنلاقيهم سوليد ولا ليكويد او جاز، يعني ممكن يبقى سوليد ممكن يبقى سائل وممكن كمان يبقى غاز زي مثلا الاكسجين والهيدروجين والسكر. كمان جين الكترونز بيميلوا انهم يكتسبوا الكترونات، مش زي الميتالز، الميتالز ايه لوس الكترونز بيميل ان هو يفقد الكترونات. كمان بيقول لي النون ميتالز بريتل، هش كده يعني
زي القش، زي الاشز، تلاقيها هشه. poor conductor يعني موصل رديء للحراره والكهرباء، يعني لو استخدمته تلاقيه بطيء جدا، صعب ان هو ايه يعني ممكن اعمله استخدمه كعازل اصلا. طيب ده بالنسبه لهنا. بالنسبه للنص ترانزيشن ميتالز قلنا ان هي عباره عن عناصر انتقاليه اللي هي بتيجي في النص ديت. في عندي كمان الميتالويدز هنا، شايفين بقى عندي هنا جنب الميتالويدز اللي هي بتجمع صفاتها ما بين الميتالز والنون ميتالز، في مدرج، في سلم. السلم ده شايفينه هنا الاسود ده بيفصل الميتالز النون ميتالز عن الميتال، عشان لما احب اوصل فين الميتالز ده حدودي، وده حدود النون ميتالز، وده اللي بيجمع الصفات. عشان كده تلاقي الميتالويدز جمع شويه صفات من هنا على صفات. والجدول اللي قدامي ده عبارة عن كروك كده للبريديك تيبل، بيوريني التركيز فين. بيقول لي هنا وقت التركيز احنا هنركز كله على ال1A وال2A، يعني مثلا هتلاقينا بنمر عليهم كتير قوي، كمان ال3A وال4A وال5A وال6A وال7A وال8A، يعني 8 جروبز هنا هتبقى التركيز عليهم اكتر. وبنقول كمان ان احنا قلنا ده الالكالي ميتالز وده الالكالين ايرث ميتالز وديت الترانزيشن ميتالز، وهنا نو كومن نيمز، قلنا ان دول ما لهمش اسماء محدده، لكن 7A اسمها الهالوجينز و8A اسمها ايه النوبل جازز. ده كروك السريع كده اللي عايز يعمل ملخص اللي احنا كنا قلناه من شويه بطريقه سريعه. تعالوا نشوف خصائص الميتالز وخصائص النون ميتالز وخصائص كمان الميتالويدز. لو بصيت للجدول اللي قدامي ده بالظبط قطعنا حته من البريودك تيبل وجبناه هنا. لو شفنا قلنا قبل كده عند على الشمال هنا دول الميتالز، وعلى اليمين هنا باللون الاصفر النون ميتالز، وفي النص اللي هو الميتالويدز اللي شايفينه بالاخضر ده، والمدرج اللي هو الزجزاج اللي عند السلم ده اللي يفصل مين النون ميتالز عن الميتالز. تعال نبدا اول واحد ونشوف خصائص الميتالز. نفس الكلام اللي احنا كنا قلناه، بس اللي عايز تفصيل او اللي عايز بالكتابه يجي من هنا، واللي عايز يكتفي باللي هناك اوكي برضو مفيش مشكله. تعال نركز مع بعض كده. بيقول لي ان الميتالز ار شايني سوليدز، الميتالز تبقى يعني صلبه وكده ولها لمعه. كمان داكتايل، داكتايل يعني نقدر نضفرها، يعني زي عملها اسلاك كده، لكن بالظبط اسلاك نحاس، اسلاك الومنيوم. حلو. كمان بيقول لي ميلابول، اقدر اطرقها بشاكوش كده، اجيب هامر كده وادقدق عليها عشان الفها واديها. كود كونتاكتورز اوف هيت، موصلات جيده للحراره وكمان الكتريستي والكهرباء. اند سوليدز ات روم تمبريتش، وبتكون صلبه في درجه حراره الغرفه. اكسبت مين بقى؟ ايوه صاحبنا اللي احنا قلنا عليه ايه ده توكسيك، اللي هو العنصر السام اللي احنا ما بنقربلوش، اللي موجود ايه؟ كنا قلنا اللي هو موجود في السمك الكبير ال HG. حلو. نتنقل للنون ميتالز، واللي النون ميتالز ار نوت سبيشالي شايني، يعني عكس خالص الميتالز، يعني هي مش لامعه بالمره ولا داكتايل كمان، لا هي فيها لامعه ولا اقدر ضفرها اور ميلبل ولا اجيب شاكوش واقعد اطرقها عشان الويها. And they are often poor conductors، وكمان موصل ضعيف او رديء للحراره اند الكتريست والكهرباء. طب ناخد بقى الميتالويدز. بيقول لي الميتالويدز ار elements that exhibit some properties that are typical of metals، يعني واخده شويه كده من الميتالز، يعني ميلت على الميتالز. قلت له ايه؟ اديني يا ميتالز شويه صفات من عندك عشان ابقى زيك، بس برضه مش هتبقى يا ميتالويدز نفس الميتالز. All of metals and other properties، كمان تلاقي عندها other properties من النون ميتالز، يعني واخدة شوية من هنا على شوية من النون ميتالز. تعالوا نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. بيقول لي identify each of the following elements as a metal or non-metal or metalloid. تعالوا نجزئهم كده ونشوفهم واحدة واحدة. أول حاجة عند الصوديوم، صوديوم في الناحية اللي على الشمال خالص في أول جروب، وده مين؟ ميتال صح؟ البروماين، البرومين، ها؟ هتلاقي في الناحية اليمين كده مع شوية كده يقرب، أو من ناحية إيه؟ النون ميتال صح سامعكم. البورون، ها؟ قدامنا التيبل ولا لأ؟ لو على بصينا في البورون ده هتلاقي كده فوق في الكورنر مع مجموعة مين؟ اللي هما الميتالويدز،
كنا قلنا عليهم اللي هو ايه، شويه ياخدوا كده الميتالز وشويه ياخدوا ايه من صفات النون ميتالز. حلو. المنجنيز، ايوه صح، ميتال عرفناه. الكربون في الناحيه اليمين الجدول شويه مع الجزء اللي هو ايه النون ميتالز، يبقى ايه دول؟ ميتال نون ميتال، ميتالويد ميتال نون ميتال. تعالوا نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. بيقول لي match the elements to the description. بيقول لي metals in group 4A اللي هو 14 يعني 1 ولا 2 ولا 3. 1 ستانوم اللي هو ده القصدير اللي هي بيصنعوا منه مادة القصدير، وده البي بي اللي هو بيصنعوا منه او الرصاص يعني، و2 كربون سيليكون، كربون سيليكون جرمانيوم ستانوم. اي واحد من دول طبعا لو رحنا وجبنا البريديك تيبل هنلاقي ان الميتال زي في الجروب A او الفور A دول غدو ستانم والبي بي. طيب بي بيقول لي النون ميتالز ان جروب 5A، فين النون ميتالز اللي موجودين في جروب A؟ ايوه صح سامعكم، ال N والبي. سي بيقول لي الميتالويدز ان جروب 4A اللي هو 14 يعني، اي واحد من دول؟ نروح نجيب البريديك تيبل ونحطه قدامنا ونحط المدرج بتاعنا. شايفين كنا فاكرين عملنا زي زجزاج كده، ايوه بالظبط، السيليكون والجرمانيوم. تعالوا نشوف السؤال ده كمان بيقول لي ايه. بيقول لي الاسترانشيوم is an element that gives a brilliant red color to fireworks. بنشوف طبعا الفايروركس اللي هي الالعاب الناريه اللي بتطلع، بنلاقي كده بيطلقوا العاب ناريه في الجو وبتتغير الوانها. العنصر اللي اسمه الاسترانشيوم ده لما بتلاقوه او بيستخدموه عشان يطلعوه في الفاير ووركس، فبتغير لونه الى البريليانت ريد كلر، لون احمر كده اللي هو ايه بريليانت، بيلمع قوي بيبرق يعني. المهم يعني بيقول لي ان وات جروب از استرانشيوم فاوند، في اي جروب؟ نحط بقى قدامنا البريديك تيبل وهنلاقيه في الجروب 2A. What is the name of this chemical family؟ Group 2A ده اسمه ايه؟ هايو فاكرين صح؟ اسمه alkaline earth metal. C بيقول لي in what period is strontium found؟ اي period، اي صف؟ نروح ننزل كده ندور على الصف نلاقي ايه في period 5. بيقول لي is strontium a metal or non-metal or metalloid؟ موجود في الناحية ايه؟ ايوه في الناحية الشمال هنلاقي metal.